وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح، احنا ورانا حاجه، ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني اجرح شعورك بكلام انا مقصدوش. مفيش حاجه، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقه. ابدا، انت شاب شريف ومكافح، وده مش عيب. بشويه امل وشويه صبر ان شاء الله حبيبي. ليش ما حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد؟ كنت من الفقراء اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش افقر منك وتعبانه في حياتي عنك كمان؟ النبي استهل، مش عايزين تريقه، كفايه اللي احنا فيه. ده في واحد قاعدين فوق لسه ما اتدفنتش. انا بتكلم جد، صدقني. شوف يا استاذ هانم، احب اقول لك على خبر هام. اتفضل قول. احنا قال ما خلصت قوي نفهمه وهي طايره. وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وايه رايك بقى يا استاذ اللي بتفهمها وهي طايره؟ اني بشتغل مربيه عند عيله مصريه عايشه في الخارج. شفت بقى ازاي ان كفاح مش عيب؟ الله، والكابينه اللوكس اللي على المركب، واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما اخرت سفرها سبقتهم انا عشان اوضب لهم البيت. ورحت عامله فيها بنت ابو علي. يلا، حد واخد منها حاجه؟ وهرتينا قلاطي اهو تسالي. الله يخرب بيت شيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخره بتاعتك على المركب يفتكر انك انت امبراطوره. الله العظيم. يا خساره، الاسماء والتخينه ملوش خالص المره دي. تلاقيته براء. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل. على يا خال، انت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض من غير ما تقول، وهي الكنده دي زريبه. الخريس سود، انت عملته ساكنه معانا كمان؟ لا شوف اما اقول لك. المهم انا ممكن اسافر النهارده؟ ممكن مدام، بس ما الكيس دوا بالراجل السودلي ده. يا جدع عيب حسن ملافظه، مش حل ما اخواتش خواجه. عن اذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. سلطه بتاعك اهي، وريني ارض بتاعتك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، خينا في اللوكاندا في عندنا خمسه راجل زي الخيطه. بيساره واحده ممكن يجي يتفاخر معاك. خمسه خمسه؟ خمسه خمسه. زي الخيطه؟ زي الخيطه. السلام عليكم.